والذي كان مدخرا من أمير المؤمنين لنصرة ولده الحسين بعد أن بكى في إحدى حروب أمير المؤمنين ولعلها صفين، ما يبكيك يا حبيب؟ قال: لما أنا للشهادة بين يديك. قال: أنت لك شهادة أعظم من هذه الشهادة في ظرف أصعب، مع من سيدي؟ قال: مع ولدي هذا، وأشار إلى الحسين. بعد ورسالة أخرى ممن؟ من الزهراء عليها السلام، عندما رأتها الأسدية في عالم الرؤيا: سلمي على حبيب وقولي له تسلم عليك الزهراء، وتقول لك: قد آن أوان خضابك فاشتري للحيتك خضابا. أخذ يتقلب حبيب لما سمع هذه الرؤيا، ما أن انبلج عمود الفجر وانفتحت الأسواق، قام لتلبيتي نداء الزهراء بأبي وأمي في طريقه إلى سوق الكوفة، وإذا يشوف مسلم ابن عوسجة: إلى أين يا ابن العام؟ قال: أنا رايح أشتري للحيتي خضابا. وإذا به مسلم يقول ليه: يا حبيب، هذا أوان الخضاب. قال: ليش؟ قال: أما تسمع سوق الحداد قائمة على قدم وساق، لقد اجتمع أمر الكوفة على قتال الحسين ابن فاطمة. قال: الآن عرفت ماذا تريد مني الزهراء، وأي خضاب أشتري؟ خضاب دم راسي للحيتي بين يدي الحسين. ورجع يترقب وينتظر عنامة من الحسين بأبي وأمي. وإذا طارق يطرق الباب، فتح الباب وإذا بفارس ضيق لثام هنا وله كتابا ملفوفا، وقال: هذا من الحسين بن علي، وتوارى عن الأنظار. وإذا يفتح الكتاب وشوف خط الحسين: من الحسين ابن علي إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر. فك الكتاب ودمعته تجري بالخدود، حطه على راسه ونادى بقلب ممرود: لبيك يا ابن المصطفى يا سير، لو جود تفداك نفسي يا بقية بيت لطهر. شوف شوف الولاء. دخل إلى بيته وإذا بمجموعة من بني أسد معهم أعين لعمر بن إلى عبيد الله بن زياد، قد جاءوا يسلمون على حبيب. حبيب، ماذا تقول فيما يجري؟ قال: الحسين سلطان ويزيد سلطان، ولا دخل لنا بين السلاطين. الأسدية واقفة خلف الستار، ما إن خرج هؤلاء وإذا بها قد جاءت وعفرت وجهها بالأرض ورمت مقنعتها بين يدي حبيب. ستخذل الحسين؟ ستخذل ابن بنت رسول الله؟ ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهيم موت طب ذيش المع. جيب العمامة يا بين عمي يخذ، ضل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته، فاح ما يحتاجها لأخواني بطل من الحني. أنا عبد ابن البتول لو عبد مي داب قلبي من سمعت بكربلا خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته. أنا رايح رايح لأنعمن الزهراء عينا، لأخضبن شيبتي من دم راسي. الحسين جالس في كربلاء لا
لكن طرف بين الفينة والأخرى إلى ناحية الكوفة كأني يترقب شيء. شوي ثارت الغبر من ناحية الكوفة، تهلل وجه الحسين، نادى أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم، قوموا لاستقبال عمكم حبيب. ما حلا ذيك الشمايل من حبيبي بكربل، طلع عباس البطل باولاد اخويس، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل. حبيب من بعيد رمى بنفسه من على صهوة جواده، وجي يركض حافيا على وجه الثرى، وانكب على قدم أبي عبد الله، نادى أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديق، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة. يلا المقطع الأخير يا حبيبي. ها ارتفعت الجلبة عند الأنصار والتهاليل، زينب أطلت نادت على علي الأكبر، بني علي أسمع تهاليل عندكم إيش صاير؟ قال عم زينب هذا ناصرنا حبيب، وإذا تغرورق عيناها من الدموع تذكرت أباها أمير المؤمنين، قالت إذن أبلغ حبيبا عني السلام. صور هذه الصورة، جيت خط الأنصار علي الأكبر، وقف أمام حبيب، قال عم حبيب إن عمتي زينب تبلغك السلام، وإذ يرمي عمامة من على رأسه ويضع خده على التراب ويقول من أنا؟ أنا من؟ أنا من حتى تسلم علي زينب؟ زينب زينب أبا عبد الله، إذن لي أن أسلم على زينب وأخوات زينب. هذا الذي كان يوجع حبيب. ها والرواية جاء ووقف عند المخيمات، بعض النقولات تقول لما زينب أراد أن يسلم عليها حبيب ائتزرت بإزار أمها فاطمة. نادى آهل لوجدك يا زينب. سيد الخوي يقول حبيب ممن خصه أمير المؤمنين بعلم المنايا والبلايا، وكان يعلم ما يجري على زينب، يدخل إلى المعركة ويرجع يبكي إلى الحسين، ما يبكيك يا حبيب لعلك ذكرت الأهل والويل. قال لا أبا عبد الله، أبكي على هذه الواقفة أمام الخيمة، أبكي يا أبو اليمة يا غالي للي يصيب الحورة تالي، تمشي أسيرة بغير والي، خبرني حيدر عن خبرها بنار العدى يحرقوا خدر، الله أكبر من صبرها، تمشي وحاديها زجرها، عندي علم من داحي الباب، كلنا نظل صرعى بلترى ونار العدا تسعر بالأطناب، وزينب تروح بولية جنوب. آهل لوجدك يا زينب، كأني بك على جبل ضالع بلا غطاء ولا وطاء. قالت أنت تخبرني بما يجري علي، أنا أيضا عندي علم من أبي أمير المؤمنين ما يجري عليك تفصيلا، ما يجري علي مولاتي. قالت كأني برأسك على عنق الفرس، تضربه بركبتيها يمينا وشمالا، كل الرؤوس علقت على الرماح عدا رأس حبيب، حمله التميمي على عنق الفرس، وكلما مشت ضربته بركبتيها في وجنتيه أو جبينه أو عينه. طلعت الأسدية مع ابنها القاسم، بني لا تنظر إلى النساء، هؤلاء بنات رسول الله،
ولا تنظر إلى الأطفال هؤلاء يتامى الحسين. أمه عجبا وين أطالع عجل إذا ما أطالع النساء ولا الأطفال وين؟ قالت انظر إلى الرؤوس المشالات على الرماح لعلك ترى رأس والدك حبيب. مرت الرؤوس فلم ترى رأس حبيب، حثت التراب على رأسها، حبيب ما لي لا أرى رأسك، ألم تبيض وجهي عند الزهراء؟ قال لها ولدها لا 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 تستعجلين أمه، أشوف رأس مو معلق قدام قدام على عنق الفرس، جنحنا على ذلك الرأس وإذا به مصبغ بالدماء والتراب ما عرفه. الطير يسأل التميمي رأس من هذا؟ قال رأس كبير بني أسد علقناه إذلالا لهم، هذا رأس حبيب ابن مظاهر جي هرول القاسم إلى أمه أم البشارة، ذلك الرأس رأس والدي. دون بن حيدر طلقت يا ياب دنياك وتعفرت بالغاضر يا دون مولاك، قصر الحظ ولا نصرت حسين وياك، يا ليت صدري دون صدرك داسي تلخي تعليق راسك بين عدوانك عليها. ليش هان من شفت راس حسين يسطع فوق الاسنان مع راس ابو فاضل وروس شبال عدنان كلهم كلهم، ها انت فدوى اليهم يا احبيب وانت الى الحسين حبيب، اللهم كن